السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 1 الصف الأول الابتدائي ترم 1 الترم الأول، والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض يونت 2 ميت ماي فاميلي قابل أسرتي. Meet my family، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في بعض الكلمات مهمة جدا لازم نعرفها. أول كلمة هي family. Family يعني أسرة أو عائلة. مرة كمان family. تاني كلمة لازم نعرفها وهي كلمة mom يعني أم. dad يعني أب. grandma يعني الجدة. grandpa يعني الجد. brother يعني أخ. brother sister يعني أخت. sister aunt يعني العمة أو الخالة. aunt uncle يعني العم أو الخال. uncle cousin يعني ابن او بنت العم او العمه او الخال او الخاله. cousin يعني ابن او بنت العم او العمه او الخال او الخاله. تاني حاجه عايزين نعرفها الديسكريبشن، ان احنا نوصف حد وازاي نقول الصفات الخاصة بأي شخص من الأشخاص. أول صفة عايزين نعرفها هي tall يعني طويل. tall تاني كلمة short يعني قصير. short young يعني صغير السن. young عكسها على طول كلمة old يعني كبير السن عجوز. old لو حد مرح أو دمه خفيف يعني بقول عليه funny يعني مرح. funny ولو حد طيب بقول عليه kind يعني طيب. kind لما باجي اتكلم عن اسرتي او العائله بتاعتي ممكن اقول this is my family هذه عائلتي هذه اسرتي. my دايما بتيجي بمعنى ملكي، حاجه خاصه بيا، حاجه ملكي. وthis is هذا أو هذه للإشارة للمفرد القريب. لما باجي أشاور على حاجة واحدة مفردة بشاور عليها وأقول this، بشرط إن هي تكون قريبة مني في المكان. لو هي بعيدة عني في المكان بقول عليها that. يبقى لما أجي أشاور على أسرتي بقول عليها this is my family هذه أسرتي. لما اجي احب اقول ان انا عندي اخت بقول I have a sister يعني انا عندي اخت، انا لدي اخت. وhave بتيجي بمعنى يملك، فانا لما اقول على اي حاجة I have يعني حاجة ملكي، حاجة خاصة بيا. I have a sister يعني انا عندي اخت. لما احب اقول ان هي صغيرة في السن، عمرها صغير، سنها صغير، اقول she is young هي صغيرة السن. She is young ولما اجي اقول مثلا اسمها لارا مثلا اقول her name is Lara
هير حاجة ملكها، أي حاجة ملك بنت أو ست بقول عليها هير. هير يعني ملكها، هير نيم يعني اسمها هو، هير نيم از لارا. في عندنا في قائمة التشغيل الخاصة بتأسيس اللغة الإنجليزية ضمائر الفعل وضمائر المفعول به، وفي كمان أدوات الإشارة this و that، تقدروا ترجعوا للدروس دي تتفرجوا عليها، هتخلي الموضوع بالنسبة لكم أوضح بكتير. فلما أقول إن هي اسمها لارا أقول her name is Lara. Her name is Lara. لما أجي أسأل حد وأقول له أنت بتساعد في المنزل، أنت بتساعد في شغل البيت، أقول له Do you help at home? Do you help at home? هل أنت تساعد في المنزل؟ Do you help at home? فهو ممكن يقول لي Yes, I make my bed. Yes, I make my bed. يعني أنا نعم أنا أرتب سريري. Yes, I make my bed. Yes, I make my bed. يعني أنا برتب السرير بتاعي. عندنا في جزء الفونكس أو الصوتيات الخاصة بيونت 2 Meet My Family عايزين نتعرف على نطق ال S H ش ش ش وال C H. ال C H بتبقى عاملة زي حرف الشين بس قبل منها ت، فبتتقال ش حرف ال S H زي ما قلنا هي بتتنطق كأنها حرف شين ش ش ش، وبتقابلنا في كلمة زي كلمة شاب 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 يعني سفينة، وكمان بتقابلنا في كلمة زي كلمة شورت 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 يعني قصير. حرف ال سي اتش او تش 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 بيقابلنا في كلمة زي كلمة chair 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 يعني كرسي، وممكن كمان تقابلنا في كلمة زي كلمة teacher 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 معلم أو معلمة. تعالوا بقى نحل بعض الاكسرسايزز او التدريبات على الكلام اللي احنا قلناه من شوية. اول سؤال هناخده هو the correct answer او true or false، يعني اللي هو صح وغلط. والسؤال الاول بيقول الصورة اللي قدامك دي مكتوب جنبها this is a ship this is a ship this is a ship yes or no. شاطرين yes true صح. طب he is old he is old he is old، هل يا ترى هو old ولا young؟ شاطرين، هو young مش old، ف it's false wrong no. she is my sister she is my sister she is my sister، هل يا ترى الصورة دي بتعبر عن الجملة دي؟ شاطرين she is my sister yes right. طب he is my dad he is my dad he is my dad yes ولا no؟ شاطرين no دي صورة ماما ف no it's wrong. شاطرين يبقى no. طب question number 2 بيقول لنا rearrange the sentences or questions، يعني rearrange يعني اعاد ترتيب sentences الجمل or questions او الأسئلة. وأول مجموعة كلمات بتقول is this family mine، زي ما احنا شايفين قدامنا is this family mine. عايزين نعيد ترتيب الكلمات دي بحيث ان احنا نكون جملة ليها معنى جملة مفيدة. Is this family my؟ مين هيقول؟ شاطرين كلكم. This is my family. This is my family. This is my family. هذه هي أسرتي. شاطرين. طب السؤال التاني بيقول Help you do home at. Help you do home at. مرة كمان help you do home at. عايزين نعمل rearrange للكلمات دي ونكون منها جملة أو سؤال، مين هيجاوب؟ شاطرين كلكم. ده question عشان في كمان question mark زي ما احنا شايفين علامة استفهام. فالسؤال بيقول Do you help at home? Do you help at home? مرة كمان Do you help at home؟ هل أنت تساعد في المنزل؟ ونوصل لآخر سؤال معانا النهاردة، هو بيقول underline the correct word in the brackets، يعني ضع خط تحت الإجابة تحت الكلمة الصحيحة ما بين الأقوال. فأول نقطة بتقول I dots a sister،
I have ولا has ولا having. I have ولا has ولا having a sister. I dot a sister. Have ولا has ولا having. طبعا لازم نكون عارفين الفرق بين have و has. Have يعني أملك، و has كمان بمعنى أملك، بس has بتيجي مع he و she و it بس. He و she و it. بقية الضماير اللي هي I و you و we و they بيجي معاهم have، لكن has بتيجي بمعنى يملك برضو، بس بتيجي مع he و she و it، فما ينفعش أقول I has. طب أقول I have ولا I having؟ Having ال ing هنا ما بتجيش أبدا إلا في حاجة اسمها زمن ال present continuous. ال present continuous أو زمن المضارع المستمر، وده طبعا هنتكلم عنه بعد كده في درس لوحده، ولكن هي ما بتجيش مع I لوحدها، لازم يكون I am I وبعدين am، فما ينفعش أقول I having، فهنقول إيه؟ I have a sister. I have a sister. I have a sister. شاطرين كلكم. طب النقطة التانية بتقول this dot my family. This نقط my family. وما بين الأقواس مكتوب am و is و are. This am ولا is ولا are my family. احنا قلنا طبعا يا أصحابي إن is بتيجي للمفرد، الحاجة الواحدة، لما أتكلم على أي حاجة أقول عليها this بيجي معاها is، يكون لحاجة واحدة. لو أكتر من حاجة بنقول عليهم are. are للجمع، are للجمع، وأي حاجة أكتر من واحد في اللغة الإنجليزية تعتبر جمع. يبقى هنقول this is my family. this is my family. مرة كمان this is my family. طب ليه ما قلناش am؟ am يعني أكون، و am ما بتجيش غير مع I. لما اجي اقول انا اكون بقول I am، فام ما بتجيش غير مع I، وهنا هو بيقول لنا this dot my family، يبقى this is my family، لان هي اسرتي، اسرة واحدة. this is my family. طب تالت نقطة بتقول he isn't tall، he is dots. he isn't tall، هو مش طويل، he is dots. وبين الاقواس مكتوب short، young، old. He isn't tall. He is short. ولا young. ولا old. هيا يا أصحابي. شاطرين. He is short. short قصير. short يعني قصير. مش هينفع أقول عليه young لأنه ممكن يكون كبير في السن بس هو قصير. هو بيقول لك he isn't tall. هو مش طويل. He is short. short يعني قصير. فمش هينفع أقول young. لأن young عكسها old. ومش هينفع أقول old برضو لأن old عكس young، لكن tall عكسها short. tall يبقى عكسها إيه؟ short. طب لما أجي أقول لك he isn't old، he is. طب لما أجي أقول لك he isn't old، هو مش كبير في السن، he is short ولا tall؟ short ولا tall ولا young؟ he isn't old، هو مش عجوز، هو مش كبير في السن، he is short ولا tall ولا young. شاطرين. he is young لأن young هي عكس كلمة old زي ما قلنا من شوية، فلما أقولك إن هو مش كبير في السن يبقى هو صغير السن. وآخر نقطة معانا النهاردة he is my mother ولا sister ولا dad. he is my mother ولا sister ولا dad. he يعني هو. لما باجي اتكلم عن اي ولد او اي راجل بقول عليه هي، هي يعني هو. فينفع اقول على ماما او اختي هي هو؟ طبعا هي، هي يعني شي. لكن لما اجي اقول على بابا اقول عليه هي، فاقول he is my dad. he is my dad. he is my dad يعني هو ابي. لكن لو كلمت عن ماما او عن اختي او عن اي بنت او ست في الدنيا بقول عليها شي زي ما احنا عارفين كلنا. وبكده نكون انهينا درس النهارده. احب افكركم ان كل دروس ديسكفر وكل دروس كونكت العادي وكونكت بلس كمان موجوده عندكم في قوائم التشغيل، تقدروا تتفرجوا عليها بمنتهى السهوله، مشروحه بالكامل، الى جانب دروس تاسيس لكل المراحل تقدروا تتفرجوا عليها والماس كمان.
اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. لو استفدت من الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.